اللي هو موضوع التعريف المصرفي التجاري وأهميته ودوره بعملية التنمية. بعدين عندنا موضوع ثاني، هذا بده ياخذ محاضرة 2 و3، هي الأعمال المصرفية. المحاضرة 4 و5 بتحكي عن التسليف المصرفي. المحاضرة 6 و7 و8 بتحكي عن مستجدات الأعمال المصرفية، وهون بدنا نحكي عن صناديق الاستثمار. والتوسع الائتماني. بالمحاضرة 9 بدنا نحكي عن، وبيضل عندنا موضوع أخير بده ياخذ المحاضرة 10 و11 و12، هو موضوع الودائع وعملياتها في المصارف التجارية. هذول هن الموضوعات اللي بدنا نشرحهم بمقرر مصارف تجارية لهذا الفصل. السلايدات يمكن كنت اليوم بدي أحطهم على المودل، كان في مشكلة بالسيستم اليوم بعد الظهر ما قدرت. فإذا اليوم بالليل أو بكرة بحط لكم إياهم على الموديل، فيكم تحملوهم عندكم مشان الدراسة. أعمل لك أسامة، لكن بدي أحطهم بس يعطيني رسالة في مشكلة بالسيستم. حاولت يعني اليوم بكره بحط لكم اياهم. اذا نحن محاضرتنا اليوم هي المحاضره الاولى، تعريف العمل المصرفي واهميته ودوره بعمليه التنميه. معناته الهدف من المحاضره شو؟ نفس السنه الماضيه إيه لورين، الهدف انه نتعرف على مفهوم المصرف التجاري وكيف بيساهم عمليه التنميه، وموضوع نعرف كمان موضوع رقابة البنك المركزي على المصرف التجاري. أما مخطط المحاضرة، أول شيء بدنا نشوف تعريف المصرف التجاري أهميته، بعدين دوره بعملية التنمية العولمة وانعكاساته المصرفية، وآخر شيء الدور الجديد للمصارف المركزية وأثره على المصارف التجارية. بالمقدمة عم اقول لك، هل تطور نشاط المصارف التجارية عبر الزمن؟ طبعا الإجابة على هالسؤال بديهية، ما هي؟ تطور عبر الزمن من نشاط الوساطة البسيط، ما هي؟ من نشاط الوساطة البسيط انه ياخذ المصاري من مجموعة أولى هن اللي معهم اموال ويعطيها لمجموعه ثانيه هن بحاجه للاموال. هذا كان النواه الاولى اللي طلع منها العمل المصرفي، ما هي؟ كان هو وسيط بين هالمجموعتين. بممارسته لعمل الوساطه كان هو يحقق مصالح البنك، واللي عم ياخذ منه المصاري كمان عم يحققوا مصالحهم، واللي عم يعطيه المصاري كمان عم يحققوا مصالحهم، كل الاطراف مستفيده. ولكن هذا الامر تطور، ما بقى المصرف هو هذا اللي عم يمارس نشاط الوساطه البسيط. تطور اليوم، صفى اليوم المصرف هو القاعده الاساسيه التي تقوم عليها عمليه التنميه الاقتصاديه. كيف تتخيل انت اليوم عمليه تنميه اقتصاديه بمجتمع ما بدون نظام مصرفي؟ خذ انت مثلا الدول المتقدمة اقتصاديا والدول غير المتقدمة اقتصاديا، وقارن النظام المصرفي بهالمجموعتين. في غير متطور، الدول المتقدمة اقتصاديا بتلاقي فيها نظام مصرفي متطور. اذا هدول متلازمتين مع بعضهم، التطور الاقتصادي والتطور المصرفي وتطور العمل المصرفي، هذول مع بعضهم. المصرف التجاري، ما هو المصرف التجاري؟ المصرف هو مؤسسة مالية، ما هي؟ هو مؤسسة مالية، وإلى أشكال متعددة، ممكن تكون للدولة حكومية، ممكن تكون مشتركة، قطاع عام قطاع خاص، ممكن تكون
شركة مساهمة، معي ممكن تكون شركة فردية كمان، ممكن منشأة فردية. إذا مؤسسة مالية، ولكن أشكال القانونية متعددة. معي بتقلي هلا معقولة مثلا حدا يعمل مصرف لحاله؟ ممكن بنلاقيه موجود هالشيء في سوريا، واحد عنده مصرف لحاله. يقول لك لا، معي هذا الأمر بيختلف من دولة لدولة باختلاف أنظمتها وقوانينها. شو هو النشاط الأساسي الذي يقوم به المصرف التجاري؟ مثل ما كنا عم نحكي من شوي، دور الوساطة. معي الوساطة بين المودعين والمقترضين، لولا المودع ما في مقترض، معي؟ ولولا المقترض كمان ما كان في مودع، شو بده يعمل البنك بالمصاري؟ إذا هدول وجودهم، معي؟ المصرف قائم بيناتهم، بيربطون ببعضهم البعض، بياخذ المصاري من المودعين بيعطيها للمستثمرين، المستثمرين بيستخدموها بقى حسب مجالات استخداماته لهذه الأموال. هل يقتصر نشاط المصرف التجاري على تقديم القروض لعملائه؟ يعني ما بيشتغل شغله غير انه بيعطي قروض لعملائه؟ طبعا المصرف لو اخذت انت تطوره التاريخي، فينا منقول انه بالبداية كان هذا النشاط الاساسي، وكان الخدمات المصرفية كثير محدودة، ولكن مع التطور صار المصرف شو يطور؟ حافظ على نشاط الوساطة المصرفية الاخرى التي يقدمها المصرف لعملائه. صار اليوم بيحصل شيكات، ما هي صار اليوم بتعطي اوراق تجارية، بتعطي سندات مثلا. في مشكلة بالصوت؟ طيب اللي عم يقطع عنده الصوت يطلع ويرجع يفوت على المحاضرة، بلكي بيتحسن الوضع عنده. إذا اليوم بتروح أنت معك ورقة مالية أو ورقة تجارية لعند البنك، ممكن أنت تبيعه إياها للبنك، معي؟ البنك بيشتريها منك وبيخصم جزء من قيمتها، هو بيحصل بتاريخ الاستحقاق. أو طالبه بتحصيله انه يترك عنده بتاريخ الاستحقاق، بيحصل لك اياه، بيحط لك اياه بحسابك. اليوم ممكن يعطيك قروض بضمانه كمان. اليوم تبديل العملات، تشتري عمله بعمله تبدلهم، يعني تحول اموال، حوالات مو خدمه مصرفيه، المصاري بتقدمها لعملائها لاعتمادات المستنديه، معناها خدمه مصرفيه تقدمها المصارف لعملائها. خطابات الضمان، الكفالات المصرفية، البطاقات الصرافات، البطاقات الائتمانية، معي؟ تمويل الصفقات التجارية. اليوم التجارة الإلكترونية لولا تطور العمل المصرفي كيف كان بده يكون في تجارة إلكترونية؟ معي؟ إذا كل هدول هن خدمات مصرفية تطورت عبر الزمن. تمام، وانضافت لشو؟ للعمل الاساسي اللي هو الوساطه ما بين المودعين والمقترضين. الشكل الاكثر انتشارا هو الشركات المساهمه. الشركات المساهمه. طيب هلا السؤال، ليش انه نحن بنشوف اذا اخذنا الشكل القانوني للمصارف بنشوف انه الشكل الاكثر انتشارا هو الشركات المساهمه مقارنه بالمنشآت الفردية أو بشركات الأشخاص؟ لورين عم تقلي لأنه ما في ثقة. طبعا الكل ايده على الكيبورد، الكل بده يشارك.
باسمة، أنت معنا يا باسمة؟ أسامة عم يقول لي عشان هو المصرف، هو المصرف لأنه يحتاج إلى المصرف. عشان يعني أنت مصري يا أسامة؟ طيب بس ما اطلعي شوي من المحاضرة ورجعي فوتي علي، بلكي بيمشي حالك. طبعا انا عم بقرا اللي عم تكتبوه، بدي آراءكم يعني. همام اطلع يا همام ورجع فوت، بلكي بيمشي حالك. انا يعني ما عندي سيطرة على هذا الامر، يعني موضوع الصوت ما عندي سيطرة عليه. يعني انا عندي عم يطلع لي الصوت تمام. طيب اللي عنده يعني اللي بيوصل لمرحلة ما عاد يقدر يتابع، يطلع ويرجع يفوت. هل اللي ذكرتوه، اللي ذكرتوه انتو صحيح، رأس مال كبير وموضوع الثقة وموضوع التمويل، صحيح هذا الكلام، ولكن فينا نضيف عليه كمان أمر مهم. شو هو هذا الأمر المهم؟ المخاطر. المخاطر بالمنشأة الفردية معناها أكبر من المخاطر بالشركة المساهمة. يعني أنت لما بدك تروح تحط مصرياتك ببنك، يعني إذا حطيت مصرياتك ببنك هو شركة مساهمة، مخاطره أقل ما أنك تحط مصرياتك ببنك بيعود لشخص. ليش؟ لأنه بالمنشآت الفردية المالك هو المدير، مظبوط الحكي، المالك هو المدير، وبالتالي ممكن يأخذ قرارات فردية. القرارات الفردية تكون أكثر مخاطرة من قرارات تتخذ في مجالس إدارة وبالتشاور مع رؤساء المدراء المركزيين ضمن المصرف. شركات الأشخاص من اسمها، لشوف شركات الأشخاص من اسمها مرتبطة بالأشخاص، هي اسمها شركات أشخاص. إذا حدا شريك منهم بيترك بتلاقي بتفرط، بيفرط العقد بيناتهم، تنتهي الشركة، مخاطر كثير كبيرة. أما الشركات المساهمة تستمر بغض النظر عن الأشخاص المساهمين فيها، إضافة اللي عندك مجلس إدارة وعندك مدير بعينه مجلس الإدارة وعندك أعضاء مجلس الإدارة منتخبين من حملة الأسهم، وبالتالي هون القرارات أكثر موضوعية. لما بتكون أكثر موضوعية بقصد فيه أكثر رشدا، أكثر صحة، يعني بعيدة عن الشخص اللي باتخاذ القرارات. إذا الموضوع المخاطر هون موضوع كتير أساسي بتفضيل الشكل الشركة المساهمة كشكل قانوني للمصارف وجعله الأكثر انتشارا. حتى انتبه، حتى المصارف لما بتيجي انت شركة مثلا بدك تيجي تاخذ قرض من عند المصرف، لما انت شركة مساهمة بفضلك على شركة اشخاص او شركة فردية لنفس السبب اللي حكيته، لانه المصرف بيعرف انه انت بتكون مخاطرك اقل لما شركة مساهمة. طيب نيجي على النقطة الثانية، أهمية المصرف التجاري. من أين تأتي أهمية المصرف التجاري؟ المصرف التجاري مثل ما حكينا من شوي هو القاعدة الأساسية اللي بتوقف عليها عملية التنمية الاقتصادية. وانتبه، بس تقول عملية تنمية اقتصادية فينا بنشتق منها نحن شو؟ عملية التنمية الاجتماعية. لأنه كل ما كانت عجلة التنمية الاقتصادية عم تدور بشكل أسرع، كل ما كانت عندك التنمية الاجتماعية كمان بدها شو؟ تدور بشكل أسرع. تنمية اجتماعية، عفوا اقتصادية، بتولد تنمية اجتماعية، وهدول مبنيين بشكل أساسي على تطور النظام المصرفي. يضاف إلى ذلك، هذا شو على مستوى الدولة يعني، يضاف إلى ذلك الأرباح التي تحققها المصارف. يعني أنت بس قلت مصارف، هلا انت حتى بحياتك العامة بعيدا عن
دراستك لمقرر مصارف تجارية أو إدارة مصارف، بس قلت مصارف وين بيروح ذهنك؟ على المصاري. ما هي حتى بتشوف ان اللي عم يشتغل بمصرف تحسه مميز عن واحد عم يشتغل بشركة صناعية، اذا في ارباح. العامل بالمصرف بتلاقي راتبه قد راتبين لواحد عم يشتغل بشركة اخرى. ما هي ليش؟ لانه ارباح كتير كبيرة، عم ياخذ مصاري من المودعين بسعر فائدة معين او بدون او بدون فائدة كالودائع الجارية، وعم يعطي قروض بسعر فائدة اعلى، وعم ياخذ الضمانات اللي بده اياها. واليوم المصرف هو من كبار المستثمرين في البورصات الدولية، ثاني عم يحقق ارباح كبيرة. بالمحاضرة من شوي بإدارة المصارف كنت عم اقول لهم انا انه البنك ما بيفلس، ففي احد الطلاب قال لي في البنك كذا كذا فلس، وبالأزمة الأزمة المالية اللي صارت بال 2008 2009 كمان في مصارف فلست، وأنا عم أقول له البنك ما بيفلس. ففكر شو، إنه في تناقض بالكلام معي لما بقول لك أنا إنه البنك ما بيفلس، لا يعني إنه نسبة 100% معي. عدنان أنت اللي قلت لي نعم، منيح ما حكينا الشي كلمة عليك، نسينا، كنا حذرين هالمرة. شفت يا عدنان كيف بننقل نحن الطالب حكى فكرة بمادة بمحاضرة، ننقل على محاضرة ثانية للاستفادة من رأيه، للاستفادة من رأيه. يعني أنت لما بتحكي رأي وما كان صحيح مو معناتها مشكلة، بتعرف إنه الرأي ما هو صحيح أحيانا بنستفيد منه بالمحاضرة أكثر من الرأي الصحيح، لانه هذا بيفتح لك مجال لتوضح الفكره. اذا برجع باكد لما بقول انا انه المصرف ما بيفلس مو معناته بنسبه 100%، هذا الكلام معناته باللغه الماليه ان النسبه الاكبر من المصارف ما بتفلس ابدا، لانه ارباحها كثير كبيره. موضوع الافلاس بيلعب فيه كثير عوامل اخرى. هلا ممكن الافلاس يكون مخصوص بالازمه الماليه العالميه بال 2008 2009، وانا مثل ما ذكرت لرفقاتكم بالمحاضرة إدارة المصارف أنا تابعتها، يعني فيها جانب سياسي كثير كبير، فيها جانب سياسي. يعني حتى ممكن أحيانا تهرب من الضرائب، ممكن يعني أنا من متابعتي للأزمة المالية العالمية يعني بمحطات كثيرة بتحسها مثل احداث 11 سبتمبر انه مفتعله. عندك شركات تامين فلست، اول مره بتفلس شركات تامين، شركه تامين كيف بدها تفلس؟ التهرب من المقرضين، يعني اسباب كثيره، هم اسباب كثيره. نفسه انا بعلن افلاسي بغير اسمي بروح بستثمر في مكان اخر. هل عملية الوساطة التي تقوم بها المصارف عملية قانونية؟ طبعا قانونية. ليش قانونية؟ لأنه أنت مو على كيفك بتروح تعمل مصرف، معي؟ ما بدك أنت شو؟ بدك تتبع الإجراءات اللازمة لذلك، شروط، بدك رأس مال محدد الدولة، وبدك تشتغل تحت رقابة البنك المركزي. يعني البنك المركزي فوق رأسك، ما بتتحرك غير البنك المركزي فوق رأسك. هذا الامر شو منيح بالنسبه للمودعين، معي؟ هذا الامر بيعطي امان، برافو، بيعطي طمانينه للمودعين. تخيل كل واحد يعمل مصرف على كيفه، هل يستثمر المصرف التجاري امواله حسب مصالح المودعين وظروفهم؟ بالتاكيد لا، معي؟ هو عنده سياسه استثماريه، عنده سياسه اقراضيه، معي؟ فهو بموجب سياسته والخطط اللي بيحطها بيستثمر امواله بالشكل اللي بياخده الى اكبر ارباح ممكنه. عكس مصالحه، يعني شو قصدك يا همام عكس مصالحه؟ ترجمة
قصدك يعني هون انت اوكي فهمت عليك، قصدك هون انت مشكلة الوكالة اللي بتكون ما بين المدراء والملاك، هيك قصدك؟ طبعا هي مشكلة الوكالة، بتعرفوا انه انتو بمشكلة الوكالة اصلا نظرية الوكالة اللي طور جينسون وميكلين بال78 من القرن الماضي، هي نشأت على اساس فصل الادارة عن الملكية. فالشركات المساهمة هي اللي انفصلت فيها الادارة عن الملكية، صار عندك مالك وصار عندك مدير ليس مالكا. عيننا مدير عنده الخبرة والكفاءة والمعلومات لحتى يدير لنا عملنا، معناتها عنده خبرة وكفاءة ومعلومات، معناتها صار بيقدر ياخذ قرارات تحقق مصالحه على حساب مصالحنا. معناتها هون نشأت عندي مشكلة الوكالة، هذا مفهوم مشكلة الوكالة. مشكلة الوكالة شو ولدت لي؟ ولدت لي تكلفة وكالة، لأنه صار المالك بده يراقب المدير، بده يتأكد إنه هو عم يشتغل لمصلحته، فاتبع أساليب رقابية. هالأساليب الرقابية إلى تكلفة، من هون إجت تكلفة الوكالة. أما العبارة اللي كتبها زميلكم هما بالبداية لما سألته شو قصده، أنا ما فكرت قصده هيك، أنا فكرت قصده إنه عكس مصالحه، بمعنى انه ممكن ياخذ قرارات لا تؤدي الى الربح. فانا كنت بدي صحح له العباره لهمام واقول له لا، ما فينا نقول انه بياخذ قرارات عكس مصالحه، دائما قراراته لتحقيق مصلحته، ولكن مصلحته تقتضي في بعض الاحيان عدم تحقيق الربح، مثل لما بدي انا استثمر استثمار استراتيجي. استثمار استراتيجي عرفان حالي خسران، بس هذا استثمار استراتيجي. يعني انا بدي افتح فرع بدبي، يا اخي انا خسران، بس انا بعرف حالي بخسر مثلا اول سنه، ثاني سنه، ثالث سنه، ولكن على المدى الطويل انا بحقق ارباح. هذا نسميه استثمار استراتيجي، ولكن هذا ليس عكس مصالح البنك، هذا ضمن مصالح البنك. واضحه الامور؟ طيب كيف تُرخص المصارف؟ المصارف بدك موافقة الجهات الحكومية، بدك موافقة من وزارة المالية والاقتصاد، وبدك من رئيس مجلس الوزراء، رئاسة الوزراء، والبنك المركزي بالتأكيد. طبعا الإجراءات التفصيلية ما بدنا نفوت فيها، لأنه الصراحة هي بتختلف من دولة لدولة، وبتختلف ضمن نفس الدولة الواحدة من فترة لفترة أخرى، ما إلنا فيها يعني. هل تشترط الجهات المسؤولة عن ترخيص المصارف حد أدنى لرأس المال؟ بالتأكيد. ما هي هلا بسوريا بيشترطوا 30 مليون دولار أو ما يعادل بالعملة المحلية لترخيص مصرف تجاري، و100 مليون دولار أكثر يعني للمصارف الإسلامية أو ما يعادل بالعملة المحلية. هلا الواحد منكم عم يقول ليش المصارف الإسلامية أكثر من المصارف التجارية؟ معي؟ لأنه علا عم تقول ما عندهم ثقة فيهم. معقولة لهيك يا لا؟ علا حدا خطر بباله ليش؟ لورين عم تقلي لأنه ربحها أقل. لأنه مخاطر أكبر، المخاطر أكبر. طبعا هذا بيجي بقى هون لورين ضمن النشاط، أقل ما فيها تستثمر وين ما بدها، ما هي مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي مخاطر أكبر، فاشترطوا رأس مال أكبر كضمانة للمودعين. ما القانون الذي يخضع له تأسيس المصرف التجاري بسوريا؟ عندك قانون 28/2001، وعندك هذا للمصارف الإسلامية التجارية عفوا،
والمصارف الإسلامية في عندك القانون 35 ل 2005. طبعا هدول القوانين إذا دورت عليهم على جوجل بتلاقيهم، اللي حاب يطلع عليهم يمكن موجودين، أكيد ما حد دوره. ما هي هي قوانين يمكن هلا ربما طرأ عليها للمصارف التجارية والإسلامية، هما عم يقول ما حدا رح يطلع عليها لأنه ما حدا رح يفتح بنك ممكن. طيب نجي هلا على النقطة الثالثة، دور المصرف في عملية التنمية الاقتصادية. عم اقول لك شو هي الفلسفة اللي بيعتمد عليها المصرف واللي بتمكنه من التأثير بعملية التنمية. الأمر بسيط، عم بياخذ المصاري من مين؟ من المدخرين، وعم يعطيهم لمين؟ للمستثمرين. بهالحالة هي شو؟ مثل ما حكينا بالبداية، تحققت مصلحة جميع الأطراف. أنت معك مصاري خايف عليهم لينسرقوا، تحطهم بالبنك وبتاخذ عليهم فائدة، تحققت مصلحتك. البنك اخذ هالمصاري اعطاه للمستثمر بسعر فائده اعلى، فرق الفائدتين هو ربح للمصرف، والمستثمر اللي اخذ قرض من المصرف كمان حقق مصلحته. وهذا الامر شو بيعطي؟ عمليه دفع لعمليه التنميه الاقتصادي، لانه تامنت الاموال اللازمه لمنشات الاعمال الموجوده بالدوله. هل تتعامل المصارف التجاريه مع الشركات الكبرى فقط؟ ولا بتتعامل مع الكبيرة والصغيرة؟ تتعامل مع الكل بالتأكيد، ولكن ما بتفضل حدا على حدا. بتفضل الكبيرة. برافو وديع، يعني تذكر شو قلت لك بالفصل الماضي يا وديعة؟ قلت لك بكره اذا توظفت صرتي مديرة مصرف ممكن تعملي لنا مشكلة. برافو عليكم، والله حافظين العبارات. هلا تفاجأت كمان بمقرر إدارة المصارف لما كنت عم بعطيهم المحاضرة، وكان عدنان شاهد وربيع، ما هي انه في بعض العبارات بعدها موجودة. قلت لك يا وديعة وقتها هذا المودع الجاي معصب على البنك وبده يسأل عن وديعته، والمدير العام للمصرف مين هو؟ وديع. فبيفكروا عم يحكوا عن المدير العام، فبتعملينا مشكلة. بس تصيري مدير عام للمصرف اعملي تغيير اسم. طيب نجي هلا على عم لك، هل تختلف أهمية الشركات حسب حجم الصغيرة والمتوسطة عندها مشكلة بالتمويل؟ ما هي بتروح على المصرف عم يقطع الصوت. من عندي انا الصوت يا هومان، شو عرفك من عندي؟ اذا الكل يا هومان مو معناته من عندي، هذا معناته الشبكة ككل. هذا بتكون الشبكة عليها ضغط، مو معناته من عندي. من النت يعني تماما. هما
انا بس تكون هالتذبذبات الخضر عم تطلع عندي معناتها انه شلت الصوت مو من عندي، والبعض الطلاب الصوت واضح عندهم ولكن الاكثريه مبين انه عندهم مشكله بالصوت. طيب لساته هيك عم يقطع الصوت ولا تحسن شوي؟ طيب بس صار خبروني مشان نوقف المحاضرة. إذا الأهمية بتكون لمين؟ للشركات الكبيرة، لأنه أنا كمصرف أنا مصلحتي مع الشركة الكبيرة، مش الشركة الكبيرة هي الحجم أكبر، هي حجم أعمالها أكبر، هي القادرة على أنه تعطيني ضمانات أكثر، هي المخاطر أقل كمان مقارنة بالمنشآت الصغيرة. طبعا مختلف اشكال الشركات هي بحاجه للعمل المصرفي. اليوم ما بتقدر انت حتى كفرد مو بس كشركه ما بتقدر تستغنى عن المصرف، سواء كان شركات تجاريه ولا مقاولات ولا شركات صناعيه ولا شركات خدمات، كلهم بحاجه للعمل المصرفي. هلا نرجع عليهم لهدول الشركات. الشركات التجاريه مثلا، الشركات التجارية اللي بتشتغل بالاستيراد وبالتصدير او بتشتغل كوسيطة بالاسواق المالية، بتقدر تشتغل بدون المصارف؟ يعني بتقدر تمارس نشاطها بدون المصرف؟ طيب مثلا خد شركة استيراد وتصدير، ما بدها تفتح اعتماد مستندي لحتى تستورد؟ ما بدها تحتاج لدولار لقطع أجنبي؟ ما بتحتاج هي لقروض بتاخذها من المصرف مثلا؟ وبالتالي انت ما بتقدر هلا اليوم تتخيل انت شركة تجارية بدون اي تعامل مع المصرف. خذ شركة مقاولات فرضا، تماما يعني مرتبطة بشكل كثير كبير علماء الشركة التجارية بالمصرف. خذي شركة مقاولات فرضا، شركة مقاولات مثل الشركة اللي بتنفذ يعني مثلا مشاريع بناء فرضا لدولة لجهات أخرى فرضا، بتقدر تمارس عملها بدون المصرف؟ مثلا أعطيك مثال هون، أنتم بتعرفوا بتنطرح مناقصة، مثلا هالمناقصة طارحتها وزارة الكهرباء لتعمل أبنية معينة، أنا شركة مقاولات بيجي بقدم على هاي المناقصة، شو بيطلبوا مني؟ بيطلبوا فورا ضمانات بنكية أو كفالات، نفس الضمانات بقصد فيها هو الكفالات، في عندك الكفالة المبدئية والكفالة النهائية، بالنهاية بيطلبوا مني ضمان من المصرف. إذا أنا ما إلي تعامل من المصرف معناتها ما فيني أقدم على المناقصة بالأساس، معناته انا ما فيني مارس نشاطي. طيب انا لما بلشت لنفرض بمشروع ما انا كشركة مقاولات، مو فورا انا اللي عم بعمل له المشروع راح يعطيني تفالي، ممكن لمرحلة معينة من تنفيذ المشروع لحتى يبلش يتفالي انا كشركة مقاولات. طيب خلال هالفترة انا ما بحتاج قروض من المصرف؟ اذا هون في تلازم ما بين عمل شركات المقاولات والعمل والمصرف. طيب بالشركة الصناعية مو نفس الأمر؟ شركة صناعية عم تصنع منتج معين وهذا المنتج عم تصدره، طيب أول شيء عملية الإنتاج ما بتحتاج فيها المصرف؟ مواد أولية بدنا نستورد، برافو، مواد اوليه بدك تستورد، الات مثلا ومواد اوليه، مواد نصف مصنعه، منتج بدك تصدره، ما بده اعتماد مستندي، ما بدك تحتاج للتعامل بالقطع الاجنبي الى اخره. ما هي اهميه العلاقه التبادليه بين المصارف والشركات الصناعيه؟ هون فيك تحط بدال الشركات الصناعيه، فيك تقيم الصناعيه، فيك تحط المصارف والشركات.
المصرف وظف امواله، اعطاهم قروض، اعطى كفالات، اعطى ضمانات، اخذ عمولات مقابله. اذا هو شو عم يوظف امواله وعم يحقق ارباح من ذلك. بالنسبه للشركات زادت قدرتها على النمو والتطور. يعني انا لما بيصح لي اخذ قرض من البنك، ما صرت اكثر قدره على تطوير عملي، على فتح فرع جديد، استيراد آلي اكثر تطورا الى اخره. هذا الامر على شو بده ينعكس؟ بده ينعكس على الاقتصاد ككل. بقدر ما المصرف بيأمن لي متطلباتي كشركه، بقدر انا شو ما بطور نفسي اكثر، بقدر انا ما بتوسع بالعمل اكثر، بقدر ما بشغل عمال اكثر، بقدر ما بتنخفض البطاله. معي؟ معناتها انا حليت مشكله على مستوى الدوله ككل. طيب الشركات الخدمية ما بتحتاج المصرف؟ انتوا بالجامعة الافتراضية ما بتحتاجوا المصرف؟ مو شركة خدمية الجامعة؟ ما بدك تدفع أقساط الجامعة؟ عن طريق المصرف؟ ما هي شركة سياحية ما بدها المصرف، ما بدها تتعامل بالقطاع إلى مكان آخر. إذا مثل ما قال سارة، كل القطاعات تحتاج إلى المصارف بدون استثناء. مو بس الشركات مثل ما نحن عم نحكي، حتى على مستوى الأفراد. لذلك عم أقول لك في تمويل الأنشطة الفردية مثل أطباء، مهندسين، محامين، قطاع تجارة التجزئة، حرفيين، مهنيين. همام عندك مشكلة صوت يا همام؟ الصوت عندكم واضح باستثناء همام، ولا مشكلة الصوت عند الكل؟ والله بتعرفوا ليش همام عنده مشكلة صوت؟ لأنه اتهمني إنه المشكلة من عندي. فرب العالمين عاقبه فورا. مشي حالك يا همام هلا. طيب اذا حتى على مستوى الانشطه الفرديه بتلاقي العمل المصرفي هو امر لا غنى عنه اليوم. اليوم عندك انت القروض التي يقدمها المصرف لها أولياء، الأطباء، مهندسين، حرفيين إلى آخره. عندك أيضا صناديق الاستثمار. اليوم أنت ما بتقدر تروح تستثمر بالبورصة، لا عندك الأموال الكافية ولا عندك الخبرة الكافية. فإجا المصرف شو عمل؟ عمل صندوق استثماري. صندوق استثماري مكون من مزيج كبير من الأوراق المالية، وأصدر على أساسه وحدات استثمارية. مين إجا اشتراها؟ انا وانت وهذا المهندس وذاك المهني والحرفي. ما نتاخد كمان شو شلحنا كل مصرياتنا، ما لك قبلانه تحطهم عنده وديعه وتاخذ عليها الفائده. قال لك تفضل ليك، في عندي صندوق استثماري، تعال اشتري وحدات استثماريه من عندي وبيطلع لك نصيبك من الارباح. وخذ ضيف الى ذلك، يعني كم هائل من الخدمات اللي بيقدم لك اياها المصرف. اليوم تدفع فاتوره التليفون والكهرباء والمي والانترنت والاشتراك بالقنوات الفضائية، كل شيء. يوم بالمحاضرة إدارة المصارف شو قلت لهم؟ قلت لهم بالبلدان بتلاقي شو ماشي، انت معك الكريدت كارد، ما مع غيره. اسامه عم يقول بالدول المتقدمه المصارف تدفع كل الفواتير بصوره تلقائيه شهريه. الاليه كيف بتصير اسامه؟ انت رحت مثلا استاجرت بيت، ما بدك تعمل العقد والكذا وتصير تدفع فاتوره الكهرباء. فانت بتعطي اذن لشركه الكهرباء تقتطع فواتير الكهرباء من حسابك بالمصرف. الفاتورة بتبعتها
شركة الكهرباء لوين؟ على المصرف. المصرف بصير بيقتطع قيمة الفاتورة من حسابك بحطها وين؟ بحساب شركة الكهرباء. ونفس الشيء الموبايل، ونفس الشيء التليفون الأرضي، ونفس الشيء كل شيء. كله بتعطي إذن أنت، بتعطي إذن لمين؟ لهالجهة ياخذوا من حسابك. إذا ما أعطيتهم إذن ما بيحق لهم. وبالتالي أنت ما بتدفع شيء، يعني أنت شو بتصير؟ بتشوف كل آخر شهر بعلبة بريدك جايك ورقة من البنك، أو بتجيك من البنك مثل الكشف الشهري، يعني تطلع شو رايح من حسابك، فاتورة الكهرباء، التليفون، الموبايل، كذا كذا، كلهم عاطيهم انت اذوني، وبتجيك الفواتير، بتقارن الفاتورة باللي رايح من حسابك. طبعا هو ما بيصير في خطأ لانه كله الكتروني. عندنا طبعا توطين موبايل، اليوم انت ما بتدفع شو اسمه فاتورة موبايلك من عن طريق الصراف، نفس المبدأ، بس هونيك بشكل شو اكثر تطورا. يعني هن وصلوا لمرحلة ما بقى تمسك المصاري بايدك، ما حدا بيده مصاري، راتبك بيجي لحسابك، ومن حسابك بقى بتوزع كل شيء. لما بدك تروح تشتري بطاطا وخيار وبندورة من المول، بقى انت عم تدفع بالكريدت كارد، يعني انت ما في مصاري بايدك. بدك تروح سياحة من دولة لدولة بالكريدت كارد، كله بالكريدت كارد. المصاري وين ضلوا؟ بالجهاز المصرفي. الجهاز المصرفي شو استفاد من ذلك؟ على الاستثمار. وربطوا، انتبه، وربطوا كل الحياة بالمصارف. كيف يعني؟ انت هلا رايح تدرس ببلد اوروبي، تمام، وليكن فرنسا، رايح انت بدك تسجل ماستر ادارة اعمال، تمام، بتوصل الاوراق المطلوبة، شهادة كذا، الاوراق، الصورة عن كرت الاقامة الى اخره، بتلاقي ورقة منه شو هي؟ رقم حسابك المصرفي. يعني بيطلبوه ولا رقم يكون عندك حساب مصرفي مثل هون لما بيطلبوا لحق مالي. نفس الشيء، وين ما رحت بدك لحق مالي، وهنيك وين ما رحت، ولحتى تفتح حساب المصرفي بده يكون اوراقك نظامية، كله مربوط مع بعضه. ماذا نستنتج مما سبق؟ معناتها المصارف تعطي الدفع لعجلة التنمية، تلعب دور كبير ب تحكين. يمكن أن يلعب المصرف دورا معاكسا مثل بلدان العالم الثالث، بيدفع عجلة التنمية للوراء وبيساهم بالبطالة لما أنت ما بتشتغل شيء. يعني تخيل في بعض بلدان العالم الثالث مصرف حاطط وديعة عند مصرف، يعني هي بتضرب كل آلية العمل المصرفي. يعني انت بتحط وديعة عند مصرف، وديعة جاري، لا، لانه عمل مصارف متداخل مع بعضها. بس تخيل تحط وديعة توفير، يعني وديعة التوفير زبونة هو هذا الموظف اللي بيقطع من راتبه كم 100 ليرة اخر الشهر بيحطهم وديعة توفير. اما انا لما بيقول لي طالب معقول بنك يحط وديعة توفير، بقول له لا مستحيل، بيقول لي بس البنك الفلاني حاطط وديعة توفير، بقول له هذا ضرب كل القواعد العمل المصرفي. اذا بقدر ما بيكون متطور العمل المصرفي بقدر ما بيتطور الاقتصاد. رامع عم تقول لي وديعة بتعتذر من حضرتك، فصل نت عنده. بشوفي لما كتبت لي اول شيء وديعة فكرت انه الوديعة مرة حطيتيه وصار عندك مشكلة فيها، فكملت الجملة. شفتي قديش عم تعملنا وديعة مشاكل؟ طيب طبعا هون البنك المركزي بيكون له دور، يعني البنك المركزي كمان في عندك بنك مركزي متطور وبنك مركزي غير متطور. لما بيكون عندك البنك المركزي متطور هو لازم يعني يكون مثل الاستاذ بالصف، هو يشجع مثل ما الاستاذ بالصف بيشجع التلاميذ على يتفاعلوا ويستفيدوا اكثر. كمان هو البنك المركزي المفروض يلعب هذا الدور ويخلي المصارف العامله ضمن الدوله تقوم بدورها بالشكل بيؤدي الى التطور الاقتصادي. طبعا هم بالتاكيد، ولك صاروا عم يحطوا عند بعضهم كمان الى اخره.
النقطة الرابعة العولمة وانعكاساتها المصرفية. لا لا لينا انتبهي، شوفي النظام المصرفي بالودائع عم تقلي انه بيستفيدوا من انه ما انت عم تحطي يصير، يعني لما عم يعني خلي سؤالك يكون اوضح. عندنا حدا عم يطلع مصرياته لبرا عم يحطها وديعة عند مصرف. الغرض الاساسي مو الفائدة بقدر ما عم يستفيد من فرق سعر الصرف وعم يهربون من هون. العولمة واحيانا طبعا بعض الحالات عم يكون البنك نفسه له فرع هون عم يطلعون ممكن. تمام لينا ولا يهمك. العولمة انفتاح الأسواق على بعضها البعض وحركة رأس المال بتصير سلسة وسهلة، أثر ذلك على المصارف التجارية. طبعا لما صار في عولمة، العولمة وين منشأها؟ العولمة طبعا عم نحكي نحن بالمفهوم المالي والمصرفي، منشأها من اتفاقية بريتون وودز اللي صارت عام 1945 بنهاية الحرب العالمية الثانية. وقتها يعني حطوا قواعد الأساسية للنظام النقدي والنظام المالي العالمي. وقتها حطوا كانت اتفاقية الجات اللي اتطورت وصارت فيما بعد منظمة التجارة العالمية. اللي بيفوز بالحرب هو بيحط القواعد. مظبوط هالحكي؟ اللي بيفوز بالحرب هو اللي بيحط القواعد. مين اللي فاز بالحرب؟ الولايات المتحدة كانت هي الفائز الأول بالحرب العالمية الثانية، فهي حطت القواعد، وبالتالي بالتأكيد بدها تحط قواعد تحقق مصلحتها، هذا أمر بديهي. من ضمن هذا الأمر كان هو انفتاح، نمشي بطريق العولمة، انفتاح الأسواق على بعض البعض، فصارت المصارف هون. هذا الأمر انعكس، كان له أثره بالعمل المصرفي، أدى إلى دمج المصارف مع بعض البعض لحتى تقدر تستثمر دوليا. دعا المصارف هذا الأمر، خلاها شو تدور على زيادة كفاءتها وخبرتها، لأنه أنت بدك تصير تتعامل مع مؤسسات عملاقة، مع مؤسسات متعددة الجنسية، متطلباتها كبيرة وخبرتها كبيرة، وبالتالي أنت صرت مدعو كمصرف لتندمج مع مصارف أخرى تكونوا هالكتلة القادرة على التفاوض مع الشركات الكبيرة العالمية، القدرة لأنك تفوت تستثمر في بورصة نيويورك بورصة طوكيو. كيف بدك تفوت تستثمر فيهم كمصرف؟ بدك قدرات أكبر وبالتالي اندماج مع مصارف أخرى، وبدك خبرات عالية لتقدر أنت تفوت بهيك استثمارات. وبالتالي من هذا الجانب، من هذا الجانب العولمة كان إلى أثر إيجابي في تطور العمل المصري. كان في أثر آخر كمان، هو الانتقال من المصرف المتخصص اللي كان سائد الى المصرف الشامل. العولمة بدها شمولية، ما هي؟ وبالتالي ما بقى بتلاقي اليوم انت مصرف متخصص بنشاط معين. بتقولي حتى عندنا في سوريا، بقول لك حتى في سوريا هلا المصرف التجاري والمصرف العقاري، خلينا ناخذ نحن مصارف الدولة، هي الى حد ما هي مصارف شاملة ولكن بنسبة محدودة. إذا ما قارنت أنا بالمصارف الشاملة ببلدان أخرى، لأنه بتلاقي الواحد البنك منه ما عم يقتصر نشاطه على مثلا التجاري، على العمل التجاري. يعني بتذكر مثلا من شي سنتين لما البنك العقاري أعطى قروض بشكل إنك تشتري أغراض يمكن من عند سندر او من المجمعات تبع الدولة، وهو بيمول لك شراءه. ما هون هذا النشاط شو فيني اعتبره انا مع تخرج عن نشاطه. هو المصرف الشامل، شو هو المصرف الشامل؟ المصرف الشامل هو المصرف الذي لا يتخصص بنشاط معين، وبالتالي انا فيني اعتبره انه شو
خطوة حركة على طريق التحول لمصرف شامل. هو ما عم يقول لي مع العلم انه زادت التخصصات وتفرعت اكثر ببقية المهن مع التطور. انا بقصد هون همام اللي بقصده انه انت كمصرف ما بقى في مصرف يمارس هذا النوع من التمويل. طب مجرد عنده اكثر من نوع من التمويل معناته صار مصرف شامل، كل ما زاد التنويع عنده كل ما كان شامل اكثر. ولكن المشكلة وين؟ المشكلة صارت بالتوازن ما بين السيولة والربحية، لأنه أنت لما تحولت لمصرف شامل زادت الفرص الاستثمارية عندك، فأنت رحت باتجاه الربح أكثر من السيولة، فخلق لك مشكلة توازن بين السيولة والربحية وأصل غير سائل. الأصل السائل والأصل غير سائل المفهوم تبعهم هون المعيار للتمييز بيناتهم هو سرعة تحويل الأصل لنقد وتكلفة تحويل الأصل لنقد. كل ما كان سرعة تحويل الأصل لنقد أكبر وكلما كان، وبالتالي أكثر الأصول سيولة. شو هي أكثر الأصول سيولة؟ شو برأيكم؟ النقد. برافو. النقد علا، النقد هو محوله خالص جاهز. النقد هو اكثر الاصول سيولة، وكل ما كان عندي اصل قريب لها النقد بالسرعة وبالتكلفة كل ما كان شبيه بالنقد. يعني ما بيقولوا النقد وشبيهات النقد، شبيهات النقد مثل اذونات الخزينة. ليش قالوا شبيهات نقد؟ لان اذونات الخزينة بتحولها لنقد بسرعة وبدون خسارة، فاعتبروها شبيهات نقد. هل لدرجة السيولة تأثير على الربحية؟ بالتأكيد. عندك انت هدفين، هدف السيولة وهدف الربحية. طبعا الهدف النهائي هو الربحية، هدف السيولة هو شيء لازم لتحقيق الربحية. السيولة يا اما بتحتفظ بنقد بجيبتك بالصندوق عندك في وقت قصير وبدون تكلفة او تكلفة بسيطة، وبالتالي ارباحها بدها تكون محدودة لانه مخاطرة اقل. إذا الاستثمارات قصيرة بشكل قصيرة الأجل بشكل عام هدف السيولة، بس شو بتكون أرباحها؟ خاطرة كبيرة بس أرباحها كبيرة وسيولتها بتكون أقل. معناتها أنا كل ما وظفت أموال أكثر بالاستثمارات قصيرة الأجل كل ما بدها تنخفض الربحية، لأنه هذا الأمر بده يكون على حساب الأموال الموظفة بالاستثمارات طويلة الأجل. عنده طلبات المودعين وخاص بالأكبر. في مشكلة بالصوت؟ بس من عندهم همام. أنا برأيي، عم تسمعني يا همام؟ همام عم تسمعني؟ هلا عم تسمعني هلا؟ يعني عم تسمعني؟ انا برايي اطلع اعمل محاضرة وروح اعمل كفارة وارجع. بيمشي حالك. اذا المصرف مطالب بهالاستثمارات قصيرة الاجل خاصة من المصرف. ليش؟ المصرف عنده النسبة الأكبر من الودائع، هي ودائع جارية، والوديعة الجارية أنت بتقدر تسحب منها أمتى ما بدك، وبالتالي أمتى ما دقيت بابه للمصرف
المصرف المفروض يعطيك مصاري، وبالتالي هو مطالب بهذا الأمر أكثر من المؤسسات الأخرى، أكثر من الشركات الأخرى. هما مش الحال يا هما. يعني بتقدر تتابع معي؟ يعني عم تسمعني ولا؟ همام كأنه المشكلة من عندك، هلا بدي ارد لك اياها يا همام. المشكلة من عندك والله، لأنه زملائك عم يسمعوني. اللي راحت عليك اي منهم؟ سعر الخصم، سعر الباقي كلهم؟ طيب سعر الخصم وسعر الفائده مثل بعضهم، هذول الكتله النقديه المتداوله البنك المركزي بده يؤثر عليها، شو بيعمل؟ بده يخفضها مثلا، بيروح بيرفع سعر الخصم، بيرفع سعر الفائدة. لما بيرفعهم بينخفض الطلب على خصم الأوراق التجارية، بينخفض الطلب على القروض، بتنخفض الكتلة النقدية المتداولة، والعكس بالعكس. وبالاحتياطي الإلزامي هو نسبة من الودائع بيفرضها البنك المركزي على البنوك. لما بيرفع وديعة، المايك عندك شغال يا وديعة. لما بيرفع نسبة الاحتياطي الالزامي معناتها في كتلة نسبة من وداعه قامة وحطها عند البنك المركزي، معناتها مخفضت قدرته على الاقراض. طيب لما بيخفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الالزامي، معناتها زادت طاقتك الاقراضية، بتقدر تعطي قروض اكثر، معناتها زدت الكتلة النقدية المتداولة. الحدود الائتمانية بيجي بيقول لك البنك المركزي ما بيحق لك تعطي للعميل الواحد اكثر من 2% من الودائع فرضا. معناتها انت لو كان عندك مصاري، اجى هذا العميل اعطيتيه قرض 2% من ودائعك، ورجع بعد شوي بده تقولي له ما بقدر لانه انا اعطيتك 2%. ممكن يرفع لل 5% لل 6% مثل ما بده، يعني حسب بقى السياسه النقديه العامه تبعه. والاحتياطيات سمعتيها. اذا كلهم ادوات المتداوله. إذا عم يراقب كميا، هو عم يراقب كميا عمل المصارف العاملة في الدولة من خلال هذه الأدوات الكمية. ولكن في عندي رقابة ثانية، رقابة نوعية كيفية، ما أنا كمية، ما أنا نسب، يعني ما أنا أرقام. كيف يعني؟ مثل لما البنك المركزي بيوجه البنك معين عامل بالدولة لمنح قروض بمجال معين، بيجي هذا البنك بيقول له طيب ولكن هذا النشاط كثير خطر، اذا بدي اعطي قروض فيه في مخاطر كبيره، ممكن يصير عندي مشكله سيوله. مصلحه الدوله بتقتضي تقديم قروض بهذا النشاط. بيجي البنك المركزي بيقول له خلص اذا صار عندك مشكله سيوله انا كبنك مركزي بساعدك، بعطيك قروض، بشيلك من الازمه اللي انت فيها. اذا هون عم يصير شو؟ مثل توجيه المصارف العامله بالدوله للتوجه باتجاه معين.
همام عم يقول لي انه السؤال كيف بده يراقب حدود منح الائتمان على ارض الواقع يعني بشكل يومي؟ لا انت عميل، ما هي البنك التجاري لنفرض وداعه 100 ليره، والبنك المركزي محاطط حدود ائتمانيه 10% للعميل الواحد. بتروح لعندهم بتقول لهم انا بدي قرض 11000، بيقولوا لك مبني اللي نعطيه غير 10000. هلا انت قصدك انه الودائع متحركه بشكل يعني بشكل دائم، هيك قصدك؟ لهيك صعب التحديد على ارض الواقع. ممكن تاخذها انت كوسط حسابي، لانه البنك يعني في بيقدر وسط حسابي وداعه، يعني كيف يصير على ارض الواقع؟ يعني انا بعرف وسطي الحسابي لوداعي انا 100 ليره والنسبه هي 10%، فبتتحدد انه العميل الواحد ما بياخذ اكثر من 10000 ليره. لا كيف ما بيعرف؟ لما بيخالف التعليمات فورا بيعرف البنك المركزي. وخاصة صار نظام الكتروني، يعني انت البنك المركزي ما بيسألك عنها، ما هي مربوطة عنده. قاعدة بيانات رابطة كل المصارف مع بعض البعض. بشكل لحظي، اوكي معك انا، بس بناخذها نحن كوسط حسابي تقديري. هذا الامر وين بتزيد صعوبته؟ بتزيد صعوبته باوقات مثل الحروب، مثل الازمات، لما بتكون الودائع كثير متذبذبه، كل يوم شكل. اما بالاوضاع العامه لا، بيقدر البنك يحدد التقديري لوسط حسابي لوداعه. واضح يا همام؟ هل يوجد أساليب أخرى يمكن أن يلجأ إليها البنك المركزي لرقابة المصارف التجارية؟ طبعا ممكن يفرض عليك مثلا، هم بيعتبروا أن القروض خطيرة. طيب ممكن يفرض عليك نسبة مرتفعة لموجودات المصارف بالنسبة لما تمنحهم من ائتمان. يعني ممكن يقول لك استثمر مثلا، خلي القروض لا تتجاوز مثلا نسبة لنفرض 60% من مجموع ودائعك، من مجموع عفوا اصولك. لازم تكون استثماراتك مثلا القصيرة الاجل مثلا 30% من مجموع الاصول، كمان هذا اسلوب رقابي. وممكن البنك المركزي في بعض الاحيان بيدخل يعني كمنافس، طبعا مو عندنا هذا الامر بالاقتصادات اللي بنسميها الاقتصادات الحرة، ممكن يدخل منافس نفسه لبنك تجاري، وقدرة البنك المركزي تكون اكبر من قدرة المصرف التجاري. يعني ممكن انا ادخل على السوق كمنافس كبنك مركزي، كمنافس لبنك تجاري من حيث اي خدمة مصرفية انت ممكن تخطر في بالك. وبالتالي كمان هذا ممكن نحن نعتبره اسلوب رقابي بيتبعه البنك المركزي لرقابة المصارف التجارية. خاتمة القول، المصرف التجاري شو هو؟ هو وسيط، معي؟ هو وسيط بين مودعين ومقترضين، له دور كبير بعملية التنمية الاقتصادية والعولمة، فرضت تحديات عليه ليطور نفسه ليقدر يستمر في السوق. والمصارف المركزية موجودة فوق رأسها للمصارف التجارية بتراقبها كميا ونوعيا. هيك بتكون خلصت محاضرتنا لليوم. في أي سؤال على المحاضرة؟ الله يحلي أيامك يا حسين. آخر سلايد معي.
كان عندك سؤال علي للخاتمة يعني يا همام؟ انت روح مول الكفارة وبعدين اسأل. هذا المعروض، ايه، انتهت المحاضرة، شكرا لإصغائكم وبالتوفيق. هذا ضروري ضروري، انا بشوفه ضروري، لانه المفروض يعرف الطالب انه اخر سلايد انتهت المحاضرة، مشان لما عم يدرس بركي شك انه والله في سلايد ضايع، وبتريح البال. يعني انا حاط حالي محلك انا، ما هي وتعبت وعم بتطلع بالساعة، عندي التزام معين، او بطلع لي سلايد انتهت المحاضرة، بتحسه يعني هبة من رب العالمين يعني. يلا الله معكم، بتمنى لكم سهرة سعيدة للجميع، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.